الأستاذ الشيخ والشاعر أبو نزار كمال إبراهيم ليلقي قصيدة. أطلب أن تكون الكلمات والقصائد مختصرة قدر الإمكان. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في رثاء الأديب الشاعر والصديق حسين مهنا. اليوم غطت سماء الجليل غمامة، وأظلم البيت والديوان بفقدك أيها الأديب والشاعر. كنت شاعر النحو والصرف أبا راشد الشاعر المغوار. أيها المبدع في الآداب والشعر، يا من نظمت أجمل الأشعار، بموتك هذا ذوت في بيوتنا الأزهار. كرمت في أكثر من مناسبة في الجليل وفي غزة وسائر الديار. رحماك أبا راشد، يا من كتبت من الشعر أجمل الحروف بإصرار. فلسطين ترثيك والعروبة بمن فيها صغار وكبار. حقا يشهد لك التاريخ أنك في الشعر مدرسة لا ضير فيها ولا غبار. كنت تنظم سطورا توزنها في كل كتاب وإصدار. وداعا أبا راشد، يا من كنت صديق الدرب للغريب والبعيد للقريب والجار. نم قرير العين أيها الأديب المجيد، أيها الصديق الحميم العالم المدرار. الله يرحمه.